قام محافظ الجيزة المهندس عادل النجار بجولة تفقدية لمتابعة نسب تنفيذ مشروع محور عمرو بن العاص في نطاق المريوطية بحي الطلبية. هذا وشدد محافظ الجيزة على أهمية محور عمرو بن العاص في تدعيم شبكة الطرق بالمحافظة وتفتيت الكثافات المرورية وتسهيل حركة تنقل المواطنين والربط بين الطريق الدائري الشمالي والطريق الدائري الجنوبي.